الأفعال صرح ولا المراجل اخفاف نفوس ولا حاز كلمة نعم من ينقصر شبره لشان الزمان وفي ذر الروس لا ذا تروس وصار الفضاء العين كبر الهلل كبر تخطر المكان اللي تجيها الظنون عسوس وتعود ما تلقى لا حفاوة ولا دبرة تخصص زحول أهل المواقيف والناموس اللي في تخصص جل همك لهم خبرة. مساكم الله بالخير والرضا والنعيم يا جماعة الخير. شهر رسميات لاني انتهى العرس هذا وحنا بخذها وذقها مرة ما نزل الشماغ سيف امسيتو يا جماعة الخير منتجين حميدة ذيابي كيف حال الكويت شلونك يا غازي وخر لي وخر لي يا بابا وخر لي بجلس جنبك ايه ابعدي اوه والشباب والله ما اسمع يا غازي يكون هالرايجين فيك بعدين ما يمتسنون غير القلب تعرف القلب لازم يبطلون عضو البواردية اللي عندنا ما يخلونها كذا سلامات خالد امس سكر حشر شحنة بحر شحنات كهربائي والله يستر الله يستر ما عاد ندري وين توقع هلي ما حطوها في السيارات ما حطوها في الرايجين الكبار ما لقوا غير الورعنة حول الله يدرق عليكم بس انت اللي تعجب هذا وتشهق الى شفت واحد ولا عجبت به كذا لا تسويها دور لك على الاقل واحد عمره فتح على طول خاف الله في عيال الناس وفي بنات الناس وفي ما تشوف عينك وتعجب به خاف الله تراك انت اللي تتسأل لو بعدين نسوي عني ما المشكلة ندري من هو اللي بندق هذا نعرف حنا نعرف اسباع ديارنا لكن نسوي عنكم تجاوز الخمسين يعني ما عليك قلنت ما شيبت لها الحين ولا قلنت ما جاك سكر ولا قل لها اللي تقول لي عاد كيف تجاوز الخمسين كيف بس لا تحطها في الصغار هذا ولي أقول الحرار هذا وراه مستقبل وراه حياة وراه أنت تدمرها شو ما عجبني عجبني بيش أنا وراء عيني هرجون ما عجبني ما تجي عن طريق الجوال هي ما تجي أنا أعرف ما تجي عن طريق الجوال أنا أؤمن بالعين وأنها تضع الجمال في القدور والرجال في القبور لكنها ما تجي عن طريق الجوال أنا جالي صرت نضول وبشوف القصور اللي تعرض في الجوالات والسيارات وكبار الشخصيات هبسبهم والله ما لمحاهم ما خلي منهم ولا واحد ما معقول الكلام هذا هي تجيك عن وجه الوجه مباشر أي نعم